معنا من دبي استشاري جراحة العمود الفقري والعظام الدكتور فراس حسبان. أهلا بك دكتور فراس معنا في سكاي نيوز عربية. يعني إذا في كل مرة يقول لنا ظهرنا سنذهب إلى الطبيب، أنا أعدك بأنني سأبقى عند الطبيب كل يوم على مدار الأسبوع. دكتور فراس، يعني إلى كم يكفينا الفحص، أو إلى أي مدى يمكن احتمال ألم الظهر لفترة معينة ونقول بأنه ليس ألم سببه التهاب على الأقل في أحد المفاصل؟ صباح الخير وألف سلامتك النور. إن شاء الله ما بتزور طبيب شكرا إلا بصحة وسلامة. هلأ، الألام الظهر الحقيقة هي شائعة جدا في أيامنا هذه، وذلك لأسباب عديدة. ألم الظهر إذا كان عادة، اللي الدراسة اللي أثبتت أنه 80% من سكان المعمورة عانوا أو يعانون أو سوف يعانوا من ألم بأسفل الظهر، قد يذهب من أجله إلى الطبيب. فهذا هو عبارة عن وباء يزداد مع الأيام والزمن والعصر. إذا كان هذا الألم أكثر من 48 ساعة أو ألم حاد، يجب زيارة المريض. ولكن إذا كان ألم محتمل وأقل من 48 ساعة، يكون شد عضلي بسيط لا يستدعي أن تذهب إلى الطبيب. نعم دكتور فراس، يعني عادة ما نسمع السيدة الحامل تشتكي من هذا الألم خاصة في أسفل الظهر، ولكن ما هي العوامل الأخرى التي لربما يعني تؤدي إلى خطر الإصابة بهذا النوع من الألم؟ هو الحقيقة لو بدنا نحكي عن العمود الفقري فهو محور هندسي معقد جدا، والعمود الفقري له وظيفتين متعاكستين، لهذا السبب هو معقد. فمن ناحية يجب أنه تثبيت الهيكل، بحيث أنه العمود الفقري هو العمود الذي يتصل فيه الأطراف السفلى والعليا، ومن ناحية أخرى يجب عليه توزيع الوزن والتوازن وقابلية الحركة والمرونة بحيث الانحناء إلى الخلف. فهو مطلوب منه الثبات للجسم ومطلوب منه الحركة في نفس الوقت. الثبات والحركة بلعب دور كبير فيهم الانحناءات الموجودة في العمود الفقري، وكذلك العضلات والأربطة. إذا أجهدنا هذه العضلات والأربطة أو الغضاريف ما بين الفقرات، أو وضعنا وزن زائد عليهم أو جهد زائد يومي، تسبب تشنجات هذه العضلات أو ضعف في الأربطة، مما يسبب هذه الألام. فعلى سبيل المثال، في فترة الحمل بيزداد الهرمونات، مما يسبب مرونة أو في الأربطة وتقلص في العضلات نتيجة الوزن الزائد، بحيث الحامل بيزيد وزنها بما يقارب فجأة إلى من 10 إلى 14 كيلوغرام، مما يسبب هذه الألام في أسفل الظهر. وفي حياتنا اليومية، حسب يعني طريقة استخدام الظهر، نقوم بإيذاء هذه العضلات والأربطة، وهي السبب الرئيسي. وعادة دكتور، من يتعرض للإصابة بانزلاق غضروفي، يعني نلاحظ كثيرا بأن هناك انزلاق آخر يحصل له، ويعني واضح جدا أنه على الرغم من كل كلامنا، وأصبح لربما التعامل مع العمود الفقري وكيفية الجلوس الصحيح هي عملية من المفترض أن تكون بسيطة، ولكن لسه بنشوف أشخاص لليوم بيتعرض للانزلاق الأول والثاني والثالث كمان. دكتور، شو السبب برأيك؟ هي كما قلت، هي هناك كمان في دراسة قوية جدا تتكلم عن أسباب ألام الظهر في عصرنا هذا، وهو تفاقم التكنولوجيا في علم الحاسوب. فأصبحت وظائفنا قائمة على الجلوس لفترات طويلة، واحتمال الجلوس الخاطئ على الكمبيوتر، يعني أصبحت وظائفنا قائمة على عدم الحركة، وهذا سبب رئيس. كذلك استعمال الهاتف النقال، بالاهتمام بالسوشيال ميديا، واستعمال الآيباد، واستعمال هذه الأجهزة، تجعلنا نجلس بطريقة خاطئة وفترات مستمرة، مما يسبب عبء كبير على الغضروف. الغضروف هو جزء ميكانيكي يقوم بامتصاص الوزن ما بين الفقرات. فإذا هذا الجزء الميكانيكي لا نستطيع نحركه بالطريقة الصحيحة، تصبح فيه الإصابة، وهي من أحد الأسباب الرئيسية للانزلاق الغضروفي. ولذلك نسبة الانزلاق الغضروفي في أيامنا هذا أكثر من السابق بكثير، نتيجة اللي هو الخمول وعدم الحركة والوقوف أو الجلوس لفترات طويلة جدا. وهذا ما لازم ننتبه له في حياتنا اليومية أو في عملنا. يجب
أنه نجلس في الطريقة الصحيحة، ويجب أن نتذكر أنه كل فترة نقوم بحركات معينة أثناء جلوسنا على المكاتب لفترة طويلة. طب دكتور، يعني من خلال طبعا خبرتك، هل بتلاحظ أنه هذا النوع من الألم أكثر شيوعا عند السيدات من الرجال؟ هل يرتبط أيضا لربما بالتقدم بالسن؟ نعم، ولا شك أنه دائما الرجال نسبة ألام الظهر فيهم أكثر من النساء، وهذه دراسات لأسباب كثيرة، منهم تحمل عبء أو جهد على الجسم أكثر من اللازم. وعادة الألام الظهر هي حقيقة عند بلوغ منتصف العمر وفي عمر الأربعينات أكثر من عمر الأصغر أو الأكبر، فبعد يعني عمر الأربعين أو الخمسين تبدأ يعني إصابة ألام أسفل الظهر أقل من منتصف العمر، لربما من إحدى الأسباب الرئيسية إنها شوينة، وهي من العوامل الغير متغيرة. لربما الجميع يتجه إلى العلاج الطبيعي بداية دكتور، متى يتم التوجه إلى الجراحة على حساب العلاج الطبيعي؟ هو الحقيقة، شكرا، الجراحة الأسباب الجراحية يعني علاج الآلام عمود الفقري أو الانزلاقات الغضروفية بحد ذاتها بنسبة 90% من الحالات تعالج من غير جراحيا أو بالعلاج التحفظي، وحقيقة حتى من 10% الباقية 5% يحتاجون إلى فترات طويلة لأكثر من 3 أشهر، واللي بنحتاج بالحقيقة نعملهم عمليات هم 5% فقط لا غير. والأسباب الجراحية هو الألم المستمر الذي لا نستطيع علاجه عن طريق العلاج التحفظي، أو أنه يكون هناك انعكاسات عصبية كضعف بالأقدام أو ضعف بالأعصاب، هاي هي الأسباب الرئيسية. بالنسبة للعلاج التحفظي هو ينقسم إلى 3 أقسام، هو أهم قسم فيهم هو العلاج التحفظي، العلاج الطبيعي. والعلاج الطبيعي نقوم في إصال العضلات بحيث أنه استرخائها وتقويتها، والتحكم في الألم عن طريق الحرارة أو التردد الكهربائي أو التمارين المعينة للجسم، ومن ثم نقوم بالعقاقير، وهذه العقاقير المهمة الرئيسية تاعتها كمرخي العضلات الذي لا يسمح بشد العضلي وهو المؤلم، وكذلك للألام أو تخفيف التهيج العضلي. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المشاركة القيمة. بدنا نشكرك، شكرا جزيلا لك دكتور على وقتك. طبعا من دبي استشاري جراحة العمود الفقري والعظام الدكتور فراس حسبان، أهلا وسهلا.